ما هي عقيدة قناتك على يوتيوب؟ بتقول ايه؟ عقيدة على يوتيوب؟ اقوم بانشاء مقاطع فيديو ارشادية، دروس تعليمية حول الاساس المنزلي وكيفية صنع اختراعات من اشياء في المنزل ومواد التنجيد ودهانات الاساس والتقنيات والمعلومات. ولماذا هذا الاعتقاد؟ لانني اعتقد انني اقوم بانشاء مقاطع فيديو ارشادية تعليمية حول اساس المنزل وكيفية صنع اختراعات من الأدوات المنزلية والتقنيات والمعلومات، لأنني أؤمن بذلك. لا يعد هذا الموضوع المثالي لقناتك فحسب، بل إنه موضوع فريد لك وحدك. لن يؤدى دمج عقيدتك في مقاطع الفيديو الخاصة بك إلي مساعدة قناتك على التميز بين ملايين القنوات الأخرى فحسب، بل سيزيد من احتمالية شعور المشاهد بشيء ما عندما يشاهده. نصيحة، لقطة شاشة لهذا. وكيف تضبط فئة قناتك؟ وما هي المهام ووصف القناة؟ أتمنى أن تكتبها لي. في بيانات أي قناة في قسم تخصيص القناة. لو دخلنا قسم تخصيص القناة هتلاقي التنسيق، والتنسيق طبعا بيكون في مقطع دعائي وفي الحاجات اللي انت شايفها دي، أو بعد كده في بناء هوية العلامة التجارية، وتالت حاجة وهي الأخيرة المعلومات الأساسية. في المعلومات الأساسية هتلاقي أول حاجة بتقابلك هي الاسم، طبعا ده اسم القناة الخاص بيك. بعد كده الاسم المعرف، وده طبعا اللي بيظهر في التعليقات. بعد كده تالت حاجة وهي وصف القناة، وطبعا وصف القناة بيختلف من قناة لقناة تانية حسب ايه الفئة بتاع القناة. طبعا لو احنا قلنا وصف لفئات معينة، في فئات زي مثلا الافلام والرسومات المتحركة، طبعا حضرتك بتوصفها اذا كنت بتعمل قصص او بترسم او بتعمل افلام قصيرة، بتعمل افلام كبيرة، في ناس بتعمل بتعلق على افلام او بتعمل مراجعات لمسلسلات. في كمان المركبات، ودي عبارة عن أي حاجة بتتركب زي سيارة، عجلة، قطر، طيارة إلى آخره، أي حاجة فيها وسيلة انتقال. ثالث حاجة وهي الموسيقى، ودي معروفة طبعا الموسيقى إذا كان مطرب أو بيغني أو بيعزف، كل دي حاجات بتتكتب في الوصف. بالنسبة للحيوانات، في ناس بيعملوا رياكت على الحيوانات، بتصور نفسك. بعد الألعاب في الرياضة والأشخاص والمدونات والكوميديا وأخبار السياسة وإرشادات وموضة. وعشان وقت الفيديو ما طولش عليك هسيبهولك في الوصف. وما هو شكل وترتيب قوائم التشغيل لكل فئة على حدة؟ أرجو أن تكتبها لي. اختار فئة مناسبة لإعادة ضبط قناتك على يوتيوب. إزاي فئة القناة بتساعد على استهداف الجمهور بتاع زيادة المشاهدات، زيادة الفيديوهات المقترحة. كل ما كانت فئة قناتك مناسبة، كل ما كان اقتراح قناتك في المكان الصحيح واستهدافه للجمهور المناسب ليك. وبالطريقة دي بتكسب مشاهدات ومشتركين بأسرع وقت وبأقل مجهود. علشان كده أنا مهتم بكل متابعيني سواء القدامى أو الجدد إنهم يشاركوا الفيديو ده. بتمنى التوفيق للجميع. يريد تشاركوه لأصدقائكم وعائلتكم أصحاب قنوات يوتيوب. وإزاي تجيب الفئة أو تختار فئة مناسبة لكل صانع محتوى على منصة يوتيوب؟ هنروح على استوديو يوتيوب وهننزل تحت في ترس، اضغط عليه هيظهر لك جدول. هنروح على الإعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات بتاعت حضرتك، ودي بتكون شغالة في أي فيديو جديد بتنشره. هنروح على الإعدادات المتقدمة، بنروح نختار الفئة. أكبر غلطة إنك ما تختارش الفئة، لأن في ناس بتعملها غير محدد. لازم نحددها عشان تستهدف جمهور لزيادة مشاهداتك ويجي لك مشتركين، وكمان تعمل قاعدة جماهيرية محترمة ليك وللفئة بتاعتك. بتمنى الجداول اللي أنا عملتها سواء في وصف القنوات أو في تكون استفدتوا من الجداول اللي أنا مبينها لكم. وطبعا كل قناة بتنقل حسب الفئة بتاعتها. توفيق للجميع. في نهاية الفيديو بشكر كل الناس اللي كملت الفيديو معنا للنهاية. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس على كل عشان يوصلك كل جديد. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.